الكلاب كوني في عواني في حق الله يا غير مقصر. لا فاطمة بنت نصر باخر عليك بابك عجيني بشكل كلاني وبسرق النار قالك تزاير بكري كانت شيعية ودي فوق يقول لك نساونا في الوهابية نساونا في يهضر الله هذا هاربي هذا أحسن حبيبكم عمر زاي يغني القصيدة تاع الأولياء صالحين أولياء صالحين ماشي وهابية أسمع دعاك عاونينا هلاك الظالمين بدعاك عاونينا في هلاك الظالمين قوم النكر من جرو وتعداو بالظلالات زعوم طغاو من قبح فعلهم خلاو وعذب بيهم بالجمع من آل قوم الفجور اهل الكذب والزور رغبي بجاه فضلك اصحابك راه قوم الفجر رغبي بجاه فضلك عندك يا دي غرصهم تكفى لا لا فاطمة بنت نصر خرج باباك عالجيني بحسن كلام يشوف صار جاه فضلك يقضى عني الدين ندعي بجاه فضلك يقضى عني الدين أعجزت ما ظهر لي بهن وديه خفت من قوال مواليه لا يقولوا لي لحقوا بيه ضبرني عني أهواتيه زهرة فقري فرض مرة لنك وقفك ربي في باب العطاء بغي مشوار لا لا فاطمة بنت الرسول طه قربت بابك عالجيني لحسنك لا بشوف صاد من كل وفا مورت المراد معالين من كل وفا مورت المراد معالين العز والمنى والصحوة والجاه عامليني في حق الله في دي قلبي يتمناه ينشروا ينشرح من تعبوا وشفاه الباتول نبغي نكون مقبول نعيش في زماني هاني سالي وما نشوف غيار حرمة دخيل بالصحابة المجاهدين حرمة دخيل بالصحابة المجاهدين دخيل بسيدنا الحسن والحسن الفضيل هزام الطغيان مخفى سيدنا عثمان في نهار كنا الميدان ده ماشي وهابي ماشي شيعي يحب اهل البيت ويحب عثمان واوجيك ابا بكر رئيس القوم ليه الجهاد معلوم تدخيل ابو بكر الصديق وصاحب العدل عمر صاحب العدل عمر لا فاطمة بنت الرسول الله كتر خيركم يا شيعة وكتر خيركم يا الوهابية خطونا اقسموا بالله لا العظيم روحوا عفونا لأننا بس بين هكذا عفونا خطونا عودين تاني بنت الوحدة واحد أبار اللي بنت علي الحجة اسمع اسمع لبس ادخيل كل والي وجميع الصالحين تدخيل كل والي تجميع الصالحين رغبي ربنا ينظر من حالي
الكريم الله العالي لا يواخذني بأعمالي لا نبقى في ملكه تالي. نعيش مغفور بين العباد مسحور نجاور السعادة ياتي بالخير والهنا بالشار. نختم بالصلاة عن سيد المرسلين نختم بالصلاة عن سيد المرسلين صلاة تامة تستخرق للحد أعداد العد وما ينعد عدد ما قرب وتبعد وعدد ما حيط به السام. عدد العشوب وما خفاف الغيوب وعدد ما خلق الله جميع الوراق والتمار. لأن فاطمة بنت الرسول طه أرمت باباك على الجيني حسن كلام يشوف سار النار. ارضوا على اصحابه وزوجه كاملين ارضوا على اصحابه وزوجه كاملين اهلوا ولمتوا ونصاروا جملة سيوف ربي ناس الخصلة اللي من بيهم يعلى الحق والباطل يتخلى. ليوث العقاد في كل حرب وجهاد ياوح كل من عاندهم راسو علام هاج وطار. نصيح قل يا حفاظي للجاحدين نصيح قل يا حفاظي للجاحدين هذا النظام نظمو مولاه عزيز هذا النظام نظمو مولاه غريز فرصعو بسلوك يبريز صاحب المعنى والتمييز سر من عند الله عزيز. كنز مصيون تحت الحجوب مكنون من علم المواهب عدات في لسون جدوهة الحبار. لأن فاطمة بنت الرسول طه رمت باباك على الجيني أحسن كلام يشوف صاد النار. نثني بالرضا عن الحبار الماهرين نثني عن الحبار نثني بالرضا عن الحبار الماهرين بالند العبير ومسك وعنبر طيب من الهند مقدر كل ما يسمى وعطر والنسايم يابس وخضر. شكون هما ليه ومن هيه من الصحابة العشرة ترتيب بلغي تقوم الهياش من لا شافوا ولا دراو اخبار. السلام ربنا عن الشياخ الفايزين. سمعت شكون هما عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود العبادي لا يعيطنا هما الأحبار ناس صاحب المعاني كل سلالة سلموا له أهل القدمار. علم موهوب ليه القصيد منسوب هو في جيلنا شيخ المعنى في سعته ذكار. لا فاطمة بنت الرسول طه رمت باباك على الجيني سنك لا يشوف صاد النار.
حلتي بجواهر مترصعين. نهيت حلتي بجواهر مترصعين بدر البهيج الصافي وزمرد برصعو في سلوكه يوقد بالمعاني ما شبه حد ويحمن عانده ويحده. حق مغلوب ظاهر لابد الهروب يا وحمن اشتمني ما ينجى مني ويصير غبار. سميت ذي القصيدة بشموم العاشقين سميت ذي القصيدة بشموم العاشقين وجعلتها قصيدة تسحر لدهان فيقى معنى وميزان سر فيها وهنا وأمان كل من يجحدها والهان. باخص الخوم بين العباد مذموم في طريق القوى في ما في طريق القوى في محفظ البيات ولا عرف الشعار. نسعى الله توبة يغفر للوالدين نسعى الله توبة يغفر للوالدين أهلي وخوتي أهلي مع أخوتي وأخواتي لا تكون لا يكون معاهم واتي لا أغنى تقبل دعواتي فيما طلبت أمولاتي. نعم الكريم مولايا ويكون ملتقانا جملة في دار نعيم والكوثار. اسمي ألف سابق اللام وهاوشين اسمي ألف سابق اللام وهاوشين الميم مخفيت على عرافي هاشم يلذي فمول قوافي منو هاشم يعني المعنى جبر الصافي ساكنين في بلد صافي. ديري ونس هاجي يا نواح النوح لله النبي رسول الله واللي معاه بعد النبي رسول الله واللي معاه راكب الناجيب اللواء والجاسيد المرسلين تطعني الحب بقوسه نشاف منو فني راسي شب والجسم ذاب دموعي سيال هقي زراب قلبي رهين جلت القريات جلت كم القريات ومدون عرب جلت القريات مدون عرب يراد لي الله واكتب بالمرتقب قرع بارودي انفوخ جعب عن ما وطين من يبكي ظالم ميزكاه نزاد البكي يا اهل التنجاد يا ذي الجواد من يبكي يبكي الحبيب الجواد رب المعين من يبكي يبكي نوح ويعدد علي الشريف محمد المرتشد يستاهل بكي حبيبنا الممجد ضوي الجبين هاجيا هو النوح لله أعلن برسول الله واللي معاه راكب الناجيب اللي والجاسد المرسلين. الشوق اليوم في مهاجي طاح بلا جناح العقل راح يا ذي الملاح لو صبت الهجرة ندير له بالراح يا سامعين نهجر رانا والعاشقين للمرشود نمتهم بالباب وعود سعد السعود حتى نبلغوا غاية المقصود تقوى والدين
من يبكي يبكي على مكة ويزيد. ايوي في اللبسة الباس جديد ماشي على قمة على مكة قالك من راها معلوم كايموت شهيد ماشي على كربالة ويطوف بالكعبة وركن هيك البيت فيها شحال كصليت وما قريت يا سيدي حق الله انا عمري وديت شلت سنين اجيا وانو حمد الله على النبي رسول الله واللي معاه راكب النجيب اللي والجاه سيد المرسلين أجي يا سيدي نفرجك بالشوق أيوة. إذا أنت من المعشوق غي البروق بمديح الهادي بنيتك من سوق للمهاجرين اللي يبكي يبكي غي الكعبة طفلة شابة عازبة ومغربة سموها العربان لنا عربة كامل تزين رمات العبروق على كتفها شال مطروز بالدبات شعال خزنة ومال خدموها شلاج ناس بطال بيت الرزين جبين الغاوي هلال ما نبرق ويضرع الكعبة وتم صافحوا للشرق لما نشرق وعيون الهيبة كحل دادر عيون الهيبة كحل دادر غسق ومذبلين هجي يا نواح نوحوا لله أعلن برسول الله واللي معاه راكب الناجيب اللي والجه سيد المرسلين أيوا جيسبر عجبتكم هاد لابوز عميمر خوتي اللي إفكي رفعة يا رفعة يا رفعة شحال تعجبني هكذا كيت حبي يقول يا سي الجيريا ليبر زاير ماشي وهابيه هكذا وماشي حق عليك ماشي حق عليك دير فيديو تهضر فيها على التيروريزم ودير التصويره ديالي وتربطني انا ولي كونسيل اللي كنت زعما تمدهم لي ليا بالتيروريزم واش صار في الجزائر واش صار في الجزائر وبالوهابيه وبداعش وما بيش واش وخلى دار الشر ماشي حق عليك خويا العزيز ماشي ما ضنيتكش هكذا الا انت شيعت ولا شيعك رافع ولا زعما واش خل داك النيف عليه وجاي ديفوندي عليه سي طون بروبليم وشنو انونس تا كولور برك باش نريغليك انت مع رافع ويلا راك زعما دلال الخير اسمح لي دلال الخير يبخون لي دو بارتي هاليا دي راكو ديرو في النشف لي سباس دي زاد يوتيوب حشمو بين زوج ما تقول ليش الاخر نهضر معاه في الريال و نو 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 الناس هاي تشوف الجيريا ليبر يهضر مع مزنباراتيكو بوا ما شافتش الجيريا ليبر يهضر مع رافع ويدير له الايات وكم كوا وانا نسبو انا نسب انا وش سبيت انا انا وش سبيت سبيت رافع يا سيدي انا سبيت رافع ما قلت لك ما سبيتوش رافع صاغيست واحد من عوام من عوام المسلمين هكذا رافع قال على عائشه قرن الشيطان الى رابورتي دي دير كيل بونس كيل ديفون هكذا ماشي ام المؤمنين دارت ودارت ودارت نورمال هذه Même pas kelma, même pas un simple comment, un petit commentaire là. Walou. Walou. Alors khoya algérien libre. Ana machi behloul. Hakda. Ma anich nakol men wdni. OK. Ddi hkayetek wrah, wallah el adi. Sma hakda bach nrihou bel qadr. Parce que ana ni nchouf hadik si je sais pas si je peux appeler ça comme 10. هذيك لي كالكو مينوت تاع سكايب اني نشوف شغل اني داير لهم حساب هكذا وداير لهم احترام وداير لهم وجه والناس اللي كانوا بيناتنا ثاني اوكي خويا العزيز ما ظنيتهاش تجي من عندك مال في بعث لي سليمان 56 و
وما عرف يبعث لي هذاك جي بي دي زاد عفسه واحد العفسه واحد البسودو هكذا هذاك اللي ياكل قدام اللي حب الكويك اللي دار لي خطره فيديو مفاصل الكويك وقال لي كذا ورافع فور عليك ما مي بعتك انت يا نو انت ما يطبعوكش على راسك نورمالمون وإلا كنت شيعي وحبيت بارتيسيبي في الديبا اي تو برون بارتي مع رافع مرحبا اهلا وسهلا بكل احترام وبكل فرح وسرور كما كان باش تجي عندنا تحكي لي على عبد محمد بن عبد الوهاب فهمت هذاك الخرط اللي تجيب فيه وتحكي لي على داعش وتحكي لي على علي بن الحاج واش هم واش حبيبي جو تون بيرميتري با ما تزيدش تعاود هذه باسكو الناس دوكا وحابين نديروا لينا تيكي تاع تيروريست واكستريميست ما تقدرش دير لي هاد التيكي اوكي واحد ما يديره لي لا بروف با لوين كو هذيك النهار كيما كان مسخسعني قال لي يا ودي الناس هم قالوا لي بالك منو ستان اكستريميست ستان تيروريست وبرو علي بالحاج بيت تهضر مع علي بالحاج ومعروفه بلاصتو تهضرش معايا انا على علي بالحاج ماشي ما يهمنيش انا ما يخصنيش قاعد علي بالحاج اوكي مازالو حي يرزق ياك تهضر لي على واحد ميت بالك نقول لك واش نهضر لك عليه حفايس اللي نعرفهم الا قدرت ندافع عليه باسكو يقول لك اذكروا ما حاسين موتاكم بصح واحد حي روح ليه خويا العزيز عندك هضره معاه يلا هكذا ما تجيش انا تطبعني ها يقول لي يا شيش كيما رافع ياك جبد روحك الجيني ليب والله جبد روحك ريح بقدرك ريح باش خلي الناس تقدرك وتحترمك انت انسان كبير هكذا خويا العزيز تحب نهضروا على تيروريزم وعلى عبد الوهاب ما تخلطناش لا ما ديرناش ديفيرسيون كي نكملوا كي نكمل لك معاه كي نكمل مع رافع نجي لك ندي كورتيكي وكيما تحب كاع هكذا على بالك انا اسكو جو بونس او فون مي شغل تعمد شغل تجيب لي هذا السيجي تقول تعمد على بالك بلي انايا واش سي كوا ليديولوجي تاعي وسي كوا ما فاصون دو فوار لي شوز على بالك بها جو سوي سير على بالك وقصرنا فيها في سكاي وهكذا كنتي دير لي فيديو وتقول لي ايا تيري عليه انتيري عليه وعلى والديه ما يهمنيش انا اللي قل لي جدي وجد جدي هكذا اللي تلحق السلالة تاعي حتى للحسن حتى العالي بن ابي طالب حتى للنبي راك فاهمني اللي تجي يقول لي هادوما في النار انا حاشاكم وحاشا قدركم وسمحوا لي نبولوا على خنافرو راك فاهمني ماشي غير انتيري عليه يدوك ما تخليناش واحد ينطق من كرشو شكون هذا اللي يقول في النار كيما رافع عائشة في النار أبا بكر في النار شكون انت يا بنادم انت شكون انت اللي تدخل الناس للنار ولا الجنة نو الجنية ليبر ما تدخلنيش في هذه المتاهات تحب ندخلوا فيها من بعد نريق ليك نعجبك اقسم بالله نعجبك زيد الإفكي يا الإفكي كي تجيب كتاب شيعي وتقرا منه لا بروشين فوا عطينا التيتر مو ثقفنا نروحو نشوفوه هكذا كي تجيب بحث داروه الرجال عطينا نشوفوه عطينا التيتر ديالو هكذا الإفكي اروح للإمامة اروح للإمامة باسكو فيها باسكو طويلة الإمامة وانتيريسونت كفهم هاك يوم ندعو كل ناس بإمامهم هاي يا بنادم خوتي السلام عليكم ونحييكم ونسلم عليكم وش نقول لكم يا خاوتي نحبكم بزاف الناس اللي ما يبارتيسيبيوش في الـ في الـ في الديبا ويجيو غير يتيري وغير يطرشوا غير باش يسبوا غير باش يديروا لي كومونتير انا راني مبلوكي ونفاسي ديريكت تحب تبارتيسيبي في الديبا تاعنا بارتيسيبي لا روحك هذه هي الفيديو هذه سي اون ريكرياسيون تقدر تقول واش حبيت هذيك تاع انت وجاي وانت اسمع انا نوري وجهي ونهضر يجي يهضر معايا واحد زعما يسيي زعما يكريتيكي ولا يسب نضرب عليه على لاشين تاعو نلقاه كونت فونتوم اولا ولا نلقاه جامي وراوتشو ولا نلقاه جامي يهضر نبلوكيه واحد البلوكاج ما تخلونيش نقول لكم بس ماشي بالسب نبطيح نطيح له هكذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته و007 حبست الفيديو في المومون وين كان راح ينطقها عيناني ياسر الحبيب يقول عائشة زانية اش حبستها له ولا حد الحلقة الثالثة انا سناوة الحلقة الثالثة
رافع تحت المجهر. هاي يا خويا ام جابوا لك صغار لي بروف باللي نتوما تقولوا ولا ام واحد فيكم يقول باللي عائشه زانيه، وانت يا رافع هضرت معايا خطر على هذا الكتاب ووريته لي هكذا، وريته لي فيزيكمون كيما ما في الدير في سكايب، وريته لي وقلت لي ما قالش كاع عليها زانيه. سيد في المقدمه شفت باللي ما تقراش انت، يا تقرا واش يقولوا لك اقرا برك انت ما تقراش. هاي دوكا قلت لنا على طلع عليه اللي يقول عائشه زانيه، خلاص ديرنا دوكا فيديو وقل له يا ياسر يا حبيب نعلة الله عليك يا زنديق يا كافر، ما تقول قل له نعلة الله عليك برك هذا ماك، ما تقولوش كافر. ما تديرهاش، ما تقدرش تديرها. السلام عليكم ورحمه الله.